ظننتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، تقطعت الوسائل التي كنتم تتواصلون بها، تقطعت القرابات وتمزقت، تقطعت كل وسيلة وكل وصيلة كنتم تتواصلون بها في الدنيا. فهذا يتواصل للصداقة، وذاك للقرابة، وذاك يتواصل في حب الوطن، وذاك يتواصل في ديانة باطلة. قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل التي كانوا بسببها يتواصلون. أنا جارك أصلك للجيرة، زميلك في العمل أصلك للزمالة، قريبك أصلك للقرابة، رئيسك أصلك كمرؤوس مع رئيس، كل هذا تقطع ولم تبق إلا الوصلة الإيمانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إن كل الوسائل تتقطع، كما قال تعالى: لقد تقطع بينكم، كل الوسائل تقطعت. وحينئذ يقف إبليس يخطب خطبته النارية في نار جهنم، يخطب خطبته في أهل النار إذ حشر معهم إلى النار، فيقول لما قضي الأمر لزملائه وأتباعه في الجحيم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان معي سيف وضع على رقابكم، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمغيثكم، ولا بمنقذكم، ولا مجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى: لقد تقطع بينكم وضل عنكم، غاب عنكم ما كنتم تزعمون من الآلهة الباطلة. فاليهود الذين كانوا يقولون: نعبد عزير ابن الله، أين عزير؟ لقد مضى وتركهم. النصارى الذين كانوا يقولون: المسيح ابن الله، تبرأ المسيح منهم. عباد الملائكة، تقول الملائكة: تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. فكل معبود يتبرأ من عابديه إلا الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، إلا أن الله يتولى الصالحين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فأرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فهو الأنيس وهو الجليس، وهو الونيس وهو النافع لك مع نية صالحة يوم تلقى الله. فيا هنيئا لمن عملوا الصالحات وآمنوا، يا هنيئا لمن اتبعوا هذا القرآن، هذا الكتاب المبارك، وعملوا به وصدقوا به. ويا حسرة على نفس فرطت في جنب الله، وأحلت ما حرم الله، وحرمت ما أحل الله. يا حسرة على نفس ظلمت فأسرفت في ظلمها وتمادت في غيها. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.